هلو مساء الخير، جيسبر كو فوز علي بيان وصحتكم سافا. راني نقرا في لي ميساج تاعكم، راكم كامل الحمد لله. الحمد لله اللي عيدنا بخير وبصحه وسلامه. وكيما قلت لكم دركا او جا الوقت بور سوكوبي دو سوا. انا فرانشمون والله العظيم غير نديكوفري اشاك فوا ديبي دي زاني، اشاك فوا كجي ان بروبليم دو سونتي نديكوفري بلي باسكو راني ما نديرش سبور ريغولييرمون. دونك il est temps صح باش نبداو نديرو سبور ريغولييرمون. انا على بالكم عندي ان بروبليم في كتفي، بروبليم سيرفيكال عندي، اي تو سا باسكو ما رانيش ندير سبور. كان جيت ندير سبور لو كان راني ندير رانفورسمون موسكولير، لو كان راني سيريوس في السبور، او كان جيت سيريوس في السبور ولا ما يصيروا لي هاد المشاكل. دوك نتوما تاني سوايي سيريو، ديروا ان اكتيفيتي سبورتيف والله العظيم غير سي تري امبورطون. كيسكو جالي فو دير، كاين بزاف ناس لي كاين ناس لي في رمضان يكتسبوا عادات جميله جدا، كيما كاين ناس في رمضان يتسوفجوا. جو ديزي كاين لي يكتسبوا عادات جميله، مثلا وشنو هما العادات الجميله اللي يكتسبوهم في رمضان؟ كاين ناس يكونوا يتكيفوا، يولوا يتكيفوا شويه اقل، وكاين ناس يحبسوه. دونك هادو الناس دو بريفيرونس مور رمضان يكملوا ما يزيدوش يتكيفوا. كاين ناس لي في رمضان يولوا يشربوا الماء بيان، دونك دو بريفيرونس مور رمضان تكملوا على هذا المنوال. كيما كاين ناس باغ اكزومبل يكونوا ما يشربوش كامل الغازوز في رمضان، يولوا يشربوا الغازوز، يكونوا ما ياكلوش، ما يخلطوش في الماكله في رمضان، يخلطوا في الماكله. دونك اللي اكتسب عادات مليحه يكارديها بوغ ابخي رمضان، واللي اكتسب عادات سيئه يسيي ينحيها لمر رمضان هذا باش نتهلاو كامل في صحتنا. اكتبوا لي هنايا نتوما وشنو هما العادات اللي تعاودوا تبرونيوهم في رمضان، كسا سوا سيئه ولا ماشي مليح ولا جيده. مقبل التي تنمد العقليه، ما قلت لكمش بلي رحت المطار باش نديري زين. شوفوا شكون اللي جاي يديني العمر، والله توحشتك على بالك. انا تاني ولا غير توحشتك. وشوفوا شاءت الاقدار انها تجي. وباش راني جيت تديني؟ وانا قلت لها اسمع، لا لا قلت لك هذاك النهار نجي قلت لي تجي ماما، ومن بعد كتبت بلي باش راني جيت تديني. اون توكا مادامها راهي هنا دوك ندير لكم غير لومبيونس، غير لومبيونس ولي غيل والخرجات و صامه بالك دوك تشوف ستوري واش دير. لا سامي مريضه مسكينه اليوم. وي بشفاء ليك سام، بشفى عليك وصحة عيدكم. وصحة عيدكم. ما هي دوك تشارجي تليفونها تبدا دير لكم لي ستوري هي ثاني، وتحكي لكم على الفواياج تاعها كيفاش جاز هايل. بنحكي لكم راني قنطة. هاد لي جوج حكات لي حياة ان شاء الله ما يشد ابونياتك برك. ثمن سوايع طيارة، واحد العجوزة حكات لي حياتها تاع 90 سنة هاي، واللي من مورايا فاتح فمو ويشخر. اي غنشيغي واش نديرو، معليش كتبت هيا هاتو. ميرسي، باي باي. شوفي حبيبتي والله العظيم انا اسفه اليوم الاسف هضرت عليها وقلت زعما نهار نديرها فيلميني شهوده ولا، بس نقول لكم عفسه الي تري فاسيل افير او ميم طون لازم لها الخفه في اليد. دونك قلت لازم تكون معايا كش وحده باش تفيلميني وما قدرتش نفيلميها. دوك نحط لك هنا اللوازم ياك تاع المحلايه ولا غوسيت تاعها كالاتي. تحطي ريت الحليب تتغلى داكوغ، الحليب من المستحسن يكون حليب كامل الدسم. اللي معروف على المحلية بون انا ما نديرش كامل الدسم، اللي معروف عليها كاين اللي يحبها تجي دسمه ماشي معناتها تقهمك، تجي بنينه بزاف. دونك ديري ريت الحليب تحطيها تغلى، اون فوا تغلى ريت الحليب هذيك ديري لها سكر على حسب ما تحبي انت. انا ندير نص كاس سكر، نص كاس سكر هذاك تفرغيه قريب كامل مع الحليب اللي مغلي، خلي منه غير شويه. هذاك شويه واش ديري له؟ ديري له مغرف مسكه، تعرفيها المسكه نورمالمون. الوغ نكمل لك المسكه، هي تجي واحد الحجره صغيوره تشبه للشب بصح صغيوره، هذه عندها قو بزاف بنين، وتعاون في كي ديروها في ليديس كي ديروها في هاد العفايس تعاون باش تجي واحد ليلاستيسيتي هكا في لا تيكستور تاع لو ديسير ديالكم. بون في المحلايه هذه ابخي ديسير واحد اخر ما نديش المسؤوليه. دونك واش ديروا؟ كيما قلت لكم ديري السكر نص كاس سكر، ديري كلش تخلي منه شويه برك باش تحركيه مع المسكه، باسكو هي تجي حجر مي بصح كي تريحيها تولي بودره وتزيدي ترميها تحركي بصح. لو بروبليم سي كو لازم ملي يغلى الحليب وانت تحركي ما تحبسيش، حركي واحد 5 مينوت حتى يذوب السكر، من بعد واش تحطي؟ حطي الكاس تاع لا هذيك تاع لا كريم ليكيد، حطي الكاس وكي تحركي تحركي تحركي، ومن بعد حطي النشا هذاك اللي دايب في الماء، كي تحطيه كيف قعدي تحركي تحسيها بدات تجمد. اون فوا بدات تجمد داكوغ تقدري تزيدي عليها المزهر على حسب الرغبه، ومن بعد